والحيمة ما ناشفاش فتيتيا. شوفوا البصلة كيفاش دايرة. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة على القناة. وصفة ديال اليوم هي كما كتشوفوا فخيطات ديال الدجاج. عندي فخيطات اللي شرملتهم ليلة قبل، عندي الزيتون وحامض مصير اللي غادي نسلقو باش نحيد منه الملوحه الزايده، وعندي جوج بصلات كبار مشلضين رقاق، قبيطه ديال قزبور معدنوس وقريفه مليحه، ما نكتروش بزاف حيت مازال غنزيدوها، خرقوم وسكنجبير والبزار، زعفران الحر، قزبر ومعدنوس. نخلطوا هاد العناصر كاملين ونخليوهم ليله كامله في الثلاجه حتى تدخلهم هذيك الاقامه. زدت هنايا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه لي اكرازي ولا محكوكين، غنعاودو نخلطو هادشي ونغطيه بان فيلم اليمونتير وندخلوه الثلاجة يبات ليلة كاملة بلا ما ديرو الزيت حتى للطياب. غنديرو البصلة الزيت خيبات ديال الدجاج، غادي نخليو هادشي كامل كيتقلى في هاد الزيت حتى تدغى لينا البصلة وتولي ذهبية ورطبة. غادي ناخدو القياس ديالنا ديال الزيتون ونديروه في الماء يتسلق هو والحامض. غنزيدو دابا شوية ديال الملح منكتروش، شوية ديال الزعفران، صافي ما تزيدوش العطريه مازال، داكشي فاش ترقدوا الخضاش هما اللي باش غادي نطيبوا. باش تقلى مزيان البصله بدات كتنزل، مازال غادي نخليوه واحد شويه ديال الوقت. غادي نزيدو عويد صغير ديال القرفه. شتي البصله هاهي بدات كطيح، الدجاج كنشوفوه تقلى مزيان، غادي نطفيو البوطه ونسدو على الكوكوط مده ديال 5 دقائق، ونخليو هذيك البصيله تزيد تدبال وتعلق غير بهذاك الصهد اللي غتبقى مزموسه فيه. فهذيك 5 دقائق غادي ندوزو نشوفو واحد من الاسرار اللي كيخلي هذيك المريقه كتجي ملبيه خاطره، كنلقاو منغمسو ماشي غير الزيت. كاين الناس اللي عارفينها وكاين بزاف الناس اللي ما عارفينش هذه الطريقه. الوغ نسدو الكوكوط وندوزو لها، شي حاجه اللي بسيطه وبزاف. الوغ في خلاط كهربائي كنديرو الماء طايب بالقياس اللي غنروو به هذاك الدجاج، وكنديرو هذيك القبيطه ديال القزبر ومعدنوس وكنطحنو كلشي. كما كتشوفوا خديت صفايه، غادي نكب هذاك القزبر لي ومعدنوس لي طحنا، وغادي نصفي ونخليه غير الماء. هاد الماء هو باش غنروي، ما غنزيد حتى شي حاجه اخرى، وما تكتروش عاوتاني الماء. دابا غادي نكبو هاد القزبر لي طحناه، ضروري البنات لما يكون غليان ضروري ما تطحنوش بالماء بارد. صافا دابا غنسدو الكوكوط ونخليو العافيه تكون مجهده شويه حتى تدوز تقريبا واحد 10 دقائق، عاد نحلو الكوكوط نديرو الزيتون والحامض، وديك الساعه نقصو على النار باش تعلق لينا تختار لينا بلوتو هاد المريقه.
فهاد الاثناء غادي نسدو على الكوكوط الشوب اللي ما بقى عندنا غير القياس ماشي بزاف، غنسدو على الكوكوط ولكن غنطيبوها في البوطه اللي راسها راس ديال بوطه صغير ونقصوا عليها حتى الاخر. فهاد المرحله شنا الدجاج طاب لينا، دابا غادي نهزو هذوك الفخيدات ونحطوهم في طبصيل. هذه المرحله الاولى. دابا ندوزو للمرحله الثانيه، ناخذ الصفايه غادي نكبو نخويو الكوكوط في هذه الصفايه باش تعزل لينا هذيك المريقه مصفيه وهاد البصيله مع الزويتنات اللي غادي نديروهم بحال الدغميره يجيو معلفين. دابا كنزيدو ليهم شويه ديال الزيت البلديه وكنردوهم فوق البوطه على نار مهيله وكنخليوهم بحال ديك البصله بحال كتعسل. دونك نخليوها فوق البوطه ونبقاو كنحركو فيها باش ما تلصقش. هاد المريقه اللي صفينا غنرجعوها للكوكوط مع الفخيدات ديال الدجاج ونزيدوها يا اما طريف ديال الزبده ولا ما عندناش نديرو غير الزيت العاديه، ولا جاتنا قليله في الكميه كنقدروا نزيدو الماء سخون غير القياس. المريقه ديالنا ها هي اختارت، الدجاج تحمر غير في الكوكوط بلا فران. شوفوا الدجاج كيفاش محمر بلا فران، واخد هذيك لا كولور محمره واللحيمه ما ناشفاش فتيتيا. شوفوا البصله كيفاش دايره.